دائما في يعني نحاول كل يوم ان احنا نسلط الضوء على بعض الامور الطبيه، وهذه المره طبعا الدكتور رائد الدهش تكلم لنا عن فائده استبدال العصائر المحلاه بالعصائر الطبيعيه. خلونا نتابع. السلام عليكم. خلال فترة شهر رمضان المبارك يحبون الناس دائماً العصائر والمشروبات خلال فترات الإفطار وخلال فترات السحور، لكن بعض هذه المشروبات مضرة. زي إيش؟ زي مثلاً المشروبات الغازية، العصائر المحلات اللي تحتوي على نسبة سكر عالية، دائماً نقول نستبدلها بالعصائر الطبيعية، وليست كل العصائر الطبيعية، بعض العصائر الطبيعية فيها مستوى الجلوكوز في السكر مرتفع فنحاول نتجنبها، وبعضها مستوى الجلوكوز منخفض مثل الرمان وغيره ممكن المريض أنه ياخذها أثناء فترات الإفطار. لكن بعض العصائر اللي عالية السكريات مثل المانجا أو غيرها، هذه أيضاً يجب تجنبها واستبدالها بالعصائر والأشياء المنخفضة الجلوكوز. من الأشياء اللي ننصح فيها أيضاً دائماً ويعتبر من أكثر المشروبات سلامة المريض السكر اللي هو الماء، ننصح بشرب من 6 إلى 8 كاسات يومياً خلال فترات الإفطار، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.